نبدا بسم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. هو ده سوق امبابه يوم الثلاثاء شباب. هنصبر شويه يخليه يزحم ان شاء الله ويبقى في حمتين كويسين ونرجع لبعض تاني. كل سنه طيبين، يلا بينا شباب. انا لكم تاني يا شباب، في حمتين كويسين قوي. سلام عليكم. السلام عليكم. عاملين يا رجال؟ كل سنه طيبين. رمضان كريم. عاملين يا رجال؟ نهار خلاص بسم الله ما شاء الله. عندكم فلوسهم؟ يرد علينا وعليك الايام بخير يا رب. كام الحلوس دول؟ بكام الحلوس؟ يا اسطى فلوسه كويسه. لا ما تصورنيش انا. بكام الحلوس دول؟ يا نوفل الحلوس بكام؟ الحلوس بكام؟ بسم الله ما شاء الله عليهم. في عطاك تشكرهم. عليك يا باشا خرجت. خرجت والله. تمام. الله بغلى واحد واثنين طلايبه ومجلة باكستانات. الباكستانات دي عاملة كام؟ الباكستانات عاملة 130 130. والحلايبة دول ولا ايه؟ دول شعبي. كام دول؟ 200؟ 200 تعمل كام منهم؟ 200 تعمل 50 حلبيات. دول يا رجالة ب50 جنيه. بسم الله ما شاء الله. والعنبرية شقفة دي؟ العنبرية شقفة عاملة 100 جنيه ما شاء الله. حلايبة دول اصلا بالبقار. قص بول اهو. كام القص ده؟ قص ده عاملين 500 جنيه. حامل غالي يا رجاله. ان شاء الله ربنا يحميهم لك يابا ويملاهم لك بركه كده ان شاء الله. نهارك ورد. بسم الله ما شاء الله. اشرب 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 بقى على الكريم. اشرب ما شاء الله. تعالى كده بقى رجاله. خليكم بقى معانا بقى. ابو كريم عنده شويه ديكور. الديكور دي من اسكندريه. الديكور دي قبل ما استعلم وقبل ما اصور. الديكور دي من اسكندريه. اه يا حبيبي عامل ايه؟ جاهز ابو كريم؟ بسم الله ما شاء الله. الثلاث اقفاص دول تبعه. صباح الفل عليك ابو كريم. صباح الفل عليك وعلى القناه بتاعتنا وكل المشاهدين بتوعنا. كل سنه وانتم طيبين. يا رب يجعل رمضان علينا سعيد على كل المسلمين في العالم كله ان شاء الله باذن الله. جايب لكم شحن مهمه كويسين قوي اهو. ظبط لنا الدنيا كده بقى. طلع لنا فرد فرد كده. كلها كوره ناس اهو. خليكم معانا يا شباب. هنتمتع النهارده يا شباب مع ابو كريم. عند دكتور ناشي. كلها جايه من اسكندريه. بطل وش حلوة أوي يا رجالة. بس مصير بطل وش حلوة أوي. إن شاء الله كلنا طبق أسعار. ذكر ب 100 جنيه. أي ذكر؟ أي ذكر. بص كده ذكر ب 100 جنيه. ماشي. ده كام أزرق قطيفة في 4؟ ان شاء الله كويسين. في عنب رسوم، في قطاطا، في كام ازرق قطيفه، في رهبان، في بسيحن، في سود. اي ذكر ب 100 جنيه؟ يعني الحلبي ده ب 100 جنيه؟ اه بص كده. بص الانجليزي ده عامل ازاي؟ انجليزي سود، باكستانيات. تمام. واتنين زرق اهو. الكوره ايه؟ الكوره كلها ناس. زرق قطيفه. ده قص اللي فوق. هنحط له كوره كام تليفون ابو كريم يا رجاله في صندوق الوصف. فاضي قص اهو. بكام القص ده؟ 300 جنيه. بص كده هنا تلات بمطر قريب. ما شاء الله عنبر كوش كده كويس. هو كامل من حمر اهو. في كراكان دي كويس. الكور دي طايره فين؟ اسكندريه. اسكندريه. الكور دي طايره في اسكندريه. ده سكوش في النادي. حلو. في النادي في عنبري كشك. ودي النادي اهو. دي العنبري كشك. في عنبري شلباز اهو. في عنبري شلباز. بص عامل ازاي؟ اهو ده منين؟ عنبري شلباز اهو. رجاله من فاكتوريا. يا عم انا من اسكندريه من الخمسة وخمسين. من فاكتوريا. انا عندي راجل اسمه محمد الكسار شغال في المدن. القص الحلوس دول 200 جنيه.
بص الثلاث تقفاص دول تبع كلهم رجاله تبع ابو كريم. اول تاخد تمام. خش خش بعيد بعيد بعيد. ثواني بس عشان العربيات واقفه قدام مننا. قول الرقم عشان ما تقلبش الكارت. الاخر 37. هنقول رقم تليفون ابو كريم يا رجاله 011 45 34 76 37. نقوله تاني 011 45 34 76 37. تمام ده رقم ابو كريم اللي حابب يتواصل معاه. الديكور دي كلها طايره فعلا في اسكندريه يا رجاله. ابو مجدي ابو مجدي. الديكور دي كلها طايره في اسكندريه يا شباب زي ما انتم شايف حضرتك اهو. ده كله الصف ده كله بتاع ابو كريم يا رجاله. اهو شباب ربنا يوفق الجميع ان شاء الله. بص عليهم كويس النهارده. لا لا متصورين برانيت. انت فاهم يا ربنا ان شاء الله. الصف ده كله بتاعه رجاله. قلنا رقم تليفونه طبعا انتوا عارفين ابو كريم بنصور معاه دايما طول السوق. جايب حامتين برضو كويسين يا رجاله حامتين جامدين. انت عايز ايه الصلاة على النبي؟ ان شاء الله. حامتين جامدين وانا خدت منهم كمان خمس ذكور. يعني انا خدت منهم للعش عندنا خمس ذكور. تمام يا رجاله؟ تعالى بقى نخش قدام كده. صباحو يا ابو كريم. نهارك زي الورد. حبيبي يا ابو. تعالى نتمشى كده مع بعضينا في السوق. هنوريكم برضو اخبار السوق ايه ونشوف لكم برضو حامتين ان شاء الله باذن الله يعجبوكم. ان شاء الله بتجيب لي برضه حامتين ام مكي. ده ازاز مكي يا شباب. تمام في ابن ديكو شو. ازرق قطيفه. ان شاء الله حامتين. تعالى بقى نتمشى كده ونجيب لكم برضه حامتين كويسين ان شاء الله. يا رب الفيديو يكون خفيف على قلوبكم. والسلام عليكم. ما شاء الله. زرع قطيفه فنتايه حلوه هنا يا رجاله. روعه. صور ان شاء الله. خد وقت كويس اهو. السوق بدا يتزحم رجاله. بس انا خليكم معانا بقى كده نتمشى كده مع بعض. في شويه هنا برضو ايه كل شويه زغاليل فيهم عبسي. ان شاء الله كويس. انت عاوز تبص كل ان شاء الله. صباح الفل حبيبي. انا حاطه معايا اسمع مع سيامن. عامل ايه؟ عامل ايه يا باشا؟ اخبارك ايه؟ بسم الله ما شاء الله. في شويه بيض هنا الله اكبر عليهم. السكرتات اصل السكرتات دول يعملوا كام؟ لا دول نتايتين. نتايتين؟ نتايتين. النتايه دي تعمل كام؟ اللي ورا دي عامله 200 واللي اللي ورا دي 200 جنيه ودي 150 جنيه ما شاء الله. النتايه الحمراء دي عامله كام؟ الكركان دي هنا الحمراء دي ب 200 نتايه برضه. والحلبي ده نتايه برضه. الحلبي ده واد بكام؟ عامل 80 جنيه ما شاء الله. والاسكندرانيه دي انتهيه برضو صح؟ وادي كراكان دي رايق. اسكندرانيات بسم الله ما شاء الله. فاص هو الله اكبر عليك. يا لك يا شيخ كم لسه كرتات دول يا صاحبي؟ 600 جنيه قص كويس قوي يا رجاله. الاسعار دي خياليه ما شاء الله. كل سنه طيبين يا رجاله. شويه زغاليل اهو برضه اثنين حلايبه. حاجتك دي بسم الله ما شاء الله. 120 جنيه الحلايبات دي. القص الحلايبه دول ب 120 جنيه. وده ب 60. وده ب 60 جنيه يا رجاله. برضه عشان الكلفه غاليه. ب 60 جنيه. ده حلس بسعود ده ولا ايه؟ وادي كراكان ده رجاله كويس قوي جسمهم كويس طبعا ما شاء الله. حبيبي يا شيخ ب 120 حلبيات دي مين يقول انا ياخذهم؟ 120 جنيه الاصل الجزارين الحلبيات دول. عندك ايه؟ لا رايق. عامل ايه؟ حصان طيب ما شاء الله. الازاز ده يعمل كام؟ طلعها نص في راني كمان اهو واصول لي مرقع ده في ذكر مرقع حلو 200 جنيه راس الهلم
الهمل ده ب 400 جنيه اصل الهمل دول ب 400 جنيه عايز ياخد لين ب 120 جنيه انت ب 60 جنيه في زغاليل هنا كمان ايه تعالى البلد اما اطلع طلعهم هنا طلعهم هنا والله اتنططوا دول هاجي يا محمود اهو طلعهم هاجي يا محمد شغالين كتير بس الفلوس بس الناس معهاش فلوس لا يا عم بخير كتير احنا عاوزين اللي يدفع بخير كتير شوية زغاليل كويسين يا رجالة ستة إن شاء الله بس تطلع شوية زغاليل أهو الحمام ده بيحارب الحمام ده حرب ده حرب يا معلم يا رجال الأبيض ده ذكر بس يا ابني ده ذكر ده عدل صح؟ آه دي زغاليل فرخ دي يا حاج مجد حبيبي يا شيخنا ربنا يوسع عليك يا شيخ هو عمال يبارك لك ربنا يوسع عليك يا رب بسم الله ما شاء الله تبين بيه 60 جنيه 60 60 اي زغلول بعدين كده ب 60 جنيه 60 جنيه زغلول البلد دلوقتي بكام ايوه ايوه دي بيحب ايوه ايوه ده حمام وده حمام انا معاك اه بس الفوطه عاملين نضرب لي السوق يا حاج سيبها على الله وربنا يوسع عليك يا شيخ ربنا يحميهم لك يابا ما شاء الله شويه زغاليل برضو كويسين اهو الشريف عارفينه بيقف خليه الانجليز الاحمر ده الانجليز احمر اهو بس بس ممكن لا 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 خليه 60 جنيه احمر اهو يطلع زغلول جامد قوي ان شاء الله هدي بتترمي ده في حمري برضك اهو 60 جنيه ولا حمري اهو 60 تعالك يا عم اخويا اخويا قول كلمة بقى للغواي والشباب تعال يا شيخ يا شيخ عايزك بقى تقول كلمتين للشباب اللي طالعة الشباب اللي طالعة دي لسه بتتهاجي يا عم الحاج لا بس برضه احنا جبنا فرد الحمام ايام ما كان الاثنين ب 15 ب 15 قرش وكل ما كان بثلاث تعريف ايوه وبطلناها 25 سنة ورجعنا تاني برضه بتمنا طب ايه اللي اتغير؟ 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 ابو محمود ما خلاش معاهم فلوس احنا من شبرا مصر هم عندهم الحمام هنا بيأجروا الحمام بوظوا الحمام اهو خلي واحد يكلمك بوظوه والله يعني من ده ابني ايه؟ انا من شبرا مصر انا من شبرا مصر انا من شبرا مصر منين تشتري جاهز حبيبي يا شيخ ربنا يبارك لك ربنا يبارك لك انا شفت الحمام يا رجاله احنا صورنا لكم السوق من تحت جبنا هنجيب لكم شويه هنا بقى شويه زغاليل كويسين مع المحترم عم وليد عامل ايه؟ كل سنه طيب صباح الفل ومساء الفل على الناس ومتابعينك وببعت رساله للشخص كان نفسي اعرف اسمه ايه؟ والله رحت بلد انا يعني كنت بجيب طلب منها اقسم لك بالله من متابعين القناه والله ما سابني كان ناس يوديني بيته ما شاء الله اقسم لك بالله ومبسوطين قوي جدا جدا الناس بالقناه بتاعتك ومحتواها معقول وما فيش تضارب بحد يعني ما فيش حد بيجيب سيره حد بحاجه وحشه لا احنا كلنا بنسعى في حاجه واحده ايه الحمام غيت حب احنا مالناش مصلحه اه غيت الحمام غيت حب أيوة. ويا رب الناس تحب بعضها لو الحمام يزعل الناس من بعض يبقى الناس تبعد عن الحمام وخليها تحب بعضها بس كده وبنهني الشعب وبنهني الشعب المصري على قدوم شهر رمضان شهر مبارك كل سنه وانتم طيبين ويا رب ما نكونش شكلنا وحش قدام العالم كله لا احنا برضو عندنا عمل في ربنا مش في عبد ها ولا ملك ولا رئيس لا احنا ربنا بيفتكرنا لو حتى بنقوم من النوم بيبعت لنا رزقنا كل واحد بيبعت رزقه ربنا مش بني ادم زيه والله بالنسبه للغلا مفيش حد يقول لي الحاجه غاليه وتروح تشتري كيلو ولا اتنين ولا تلاته ولا اربعه لا الناس بتشتري زي ما هي اي نعمل حاجه غاليه بقى في بس ايه عمليه ايه يعني في تجار بقت توصل الحاجه بقى هي بقت دلوقتي نسبه وتناسب يعني انا بقيت باكل ب 100 لا ارجع اخف شويه واكل ب 50 اللي على قد في ناس خفت كتير اه واسعار الحمام كويسه مش وحشه يعني اسعار الحمام كويسه الاسعار هي لا لا اسعار هي وخلي بالك الاسعار هي من 15 سنه هي الاسعار مفيش حد يقول لك ان انت هتنزل السوق ما تزعلش من التعب في شكاره وتمشي بس هي دلوقتي بقينا نستحسن يعني انا عندي 100 واحده وما لهمش اي لازمه لا انا اخليهم 50 بص عايز اقول لك حاجه هو بص الخدمه دي اساس ما تقدرش تعمل حمامه كويسه بغير حمام الخدمه معاك انا حمام الخدمه حمامه تحسن لي بس اعمل حسابك ان انت في خدمه معاك انا بتكلم اللي احنا نستحسن يعني انت ما تجيش الخدمه ما تجيش تبيع لي الخدمه
وده اللي عندي حمامه كويسه انا اكلها ببقى اجيبها منين انا اه اكلها ببقى اطلعها ازاي يعني اكلها ببقى اي اكلها ببقى ده كان ده عامل 300 جنيه انا فاهم برضه رجاله شويه اشرب بس دي حمامه هي حمامه المشي دي حمامه متوافقه دي حمامان ثاني زغلولك دعم وليد دي حمامه لا ده حمام ده حمام جرد ما شاء الله حمامتين كويسين حمامه تكون جرد بقول لك حاجه زغلوله انتهى زغلوله اه طالعه انتهى ما شاء الله كويس جدا وعليها الدبل بتاعتهم وده ذكر مع انتيتين يعني اللي عاوز يبتدي يعمل حاجه كويسه ده ذكر وانتيتين ايوه ذكر ذكر دوت ذكر وانتيتي بقول لك ايه خش وانت مغمض حماميه مكمله بعضها هي النوتي كويسه شويه ذكر عينيه ناقصه كده شويه ما شاء الله انت معاك زغليل ايه ولا طلعته؟ معايا زغلول الشخاشه ده وزغلول الشربوني وزغلول اسكندراني كام زغلول الشخاشه؟ زغلول حلس زغلول الشخاشه ب 2 ونص والحلس 70 وزغلول اسكندراني اهو زغلول الشبندق ناش ما شاء الله الشبندق ناش ها ايوه ناش اه ما هو انت لازم تقول الكلمه دي بكام ايه بكام اللي الشبندق ده والله يا بص اقول لك حاجه ليه اشتري اقسم لك بالله لو احنا قلنا اولوفات ونيه البيع والشراء ليه اللي هيشتري مش احنا اللي هنبيع ايوه اللي ليه النيه بيقف يشتري بيقدر يوصل لسعر كويس انا ممكن اقول لك ان هو عاوز فيه 300 بس اللي هيشتري ويقف يشتري يتكلم كلمه تعجب بالبارك العربي تمام عامل كام الاسكندراني؟ لا ده عامل 100 جنيه. اصلا رجاله بسم الله ما شاء الله في رواحنا، رواحنا بكام؟ اصلا جهزنا كبرنس اتفضل اخويا. لا عامل 300 جنيه. 300 جنيه. وهنا في قص مساوي؟ في قص مساوي ده اهو. ده المقفول. اتفضل اخويا. عامل ايه يا زغلول ده؟ زغلول ده عامل 3 ونص. كام المساوي ده يا عم وليد؟ مساوي ده عامل 3 ونص. 3 ونص ما شاء الله. وسع بايس رجع النهارده كله رزق اللهم امين وكل سنه طيب يا رب صبر الناس كلها ان شاء الله مش هنقول على الغلا لا صبر الناس صبر الناس كلها على نفسها لان الناس اللي تعبه نفسها بنفسها كل سنه والله العظيم مش بغلا تعبه نفسها بنفسها السلام عليكم كل سنه وانتم طيبين ايوه على اليوتيوب هنا رجاله السلام عليكم حبيب قلبي عامل ايه كل سنه طيبين عامل ايه يا عم الحاج سنة طيبة وعامل ايه يا باشا؟ يا اخبارك؟ الحمد لله الدنيا عاملة ايه؟ كويسين؟ 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 بص على المرقعات دول كام بص المرقعات دول؟ 500 جنيه في الجعفرة ايه؟ هو دي جعفرة يا رجالة؟ رز عليها هم اللي مكحلين واللي هم مش مكحلين المكحل ده بكام؟ المكحل ده 500 500 واللي مش مكحل؟ الاثنين عاملين 1000 ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله والقشر بنادق دول دول قص قص عاملين كام؟ يا عم ايه ده بالغلط؟ 600 دولار دكتور احنا مش كله محمود العنبره ايه؟ تلي العنبره بكام؟ العنبره دول؟ لا ده دي انت قايم سودا لوحدها دول قص عنبره قص العنبره اه دول ب 300 300 جنيه ربنا يحسن صومنا يا رب وكل سنه طيب يا غالي حبيبي مسؤول يا ابنة ادي حمتين اللي عندنا هو تشكبر لكم برضو شويه حمام شخشو اللي ده كويس شو كويس في حلس ان شاء الله في عربشه اهو والله اصل العربشات دول يعملوا كام يا اخويا العربشات 350 ما شاء الله ذكر الشخشو اللي ده صح؟ عامل كام؟ 300 جنيه الله اكبر ان شاء الله حمتين كويسين يا رجاله يا رب يكون فيديو خفيف على قلوبكم يا رجاله حبيبي اه خد وطواتي ما شاء الله شويه حمتين كويسين اللي اتفرج معانا اه ابو مجدي ابو مجدي ماشي راضي بنفسجي يا رجاله بسم الله السلام عليكم عاملين ايه يا رجال؟ انا عايز اطلع على بص ماشي يا عم بنفسجيات عاملين كام؟ والله احنا من سوا مشرفين بلدنا يابا دايما يابا اطواطوات يا رجاله يا عم بنفسجيات عاملين كام يا درش؟ لا رفيع لا
امسك بس مش حد بيمسكه يا عم. الناس كلها زعلانه عشان بيمسكوش مش عارفين حد ما بيمسكليش حمام. انا ما بيمسكليش حمام والله عشان كده اسمح لها مني. شعب عالي يابا على الناس. امسك بس الراجل ده من زمان حد يقول كده. ايوه حد يقول كده كده عايز يقول يقول حمتين هنا كويسين برضه رجاله. كلهم رقمك مش فاكرها ولا رقم ولا اسم. اه هنسلك لسه النهارده الافتتاح الجزيون النهارده اللي مش فاهم في الناس فاهمه برضه. لا يا عم كله اللي عايز يعرف حاجه انا اعرفه عادي واجي الله. بعد السوق كله رجاله كده. احنا كنا خلصنا تقرير السوق يا شباب. كل سنه طيبين. نقابلكم الاسبوع الجاي ان شاء الله. سلام عليكم.